اجتماع حاسم للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، يرسم فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ملامح سياسته لعام 2024. بنود رئيسية تصدرت جدول أعمال الاجتماع العام التاسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري الشمالي، بما في ذلك تنفيذ السياسات والميزانية لعام 2023 ومشروع ميزانية لعام 2024 وسبل تعزيز قيادة الحزب. ووفقاً للتقارير، وصف كيم جونغ أون عام 2023 بأنه عام التحول الكبير والتغيير الكبير، وأشاد بالتقدم المحرز في جميع المجالات بما في ذلك الجيش والاقتصاد والعلوم والصحة العامة. يتوقع أن يصدر إعلان سياسي مهم خلال الاجتماع الذي يشارك فيه مسؤولو الحزب والحكومة ويستمر لعدة أيام. في رأيك، ماذا سيعلن الزعيم الكوري الشمالي في قادم الأيام؟